حركات يلي رح نبدا اولا من لبنان مع الريد بول يلي حولت محطه شارل حلو بوسط بيروت الى حلبة لسباقات الدريفت، فكانوا كل محبي السباقات بالعشرات عم يتابعوا اصوات المحركات وتالق السيئين اللبنانيين ببطوله الريد بول كار بارك دريفت يلي رح يحسم جولتها بسام زحلان فيتاهل الى النهائيات يلي رح تستضيفها دوله الامارات، ورح يشارك فيها ايضا عن لبنان وصيفه كفاحي لك.